في وضع القصة تلعب من أجل المرح. اعملوا معاً لحل الجريمة والعبوا القصة التي تريدون مشاهدتها. قرب 535 ميكر، جريمة قائمة، ينصح بتوخي الحذر. الوصف يطابق قاتل المصائب. أنت جاهزة؟ أنا جاهزة. بهدوء، تصرف نموذجي. ما الخطة؟ صوت لاختياراتك بتحريك المؤشر داخل الصندوق. هناك خط ما، فلنتحقق. ننفصل. سأدخل من الخلف. سأذهب إلى النافذة. سنتسلل ونلتقي. استخدم المؤشر لإصابة الهدف قبل أن ينتهي الوقت. ارفع يديك الآن! للإطلاق وجه المؤشر على الهدف. فكر قبل الإطلاق فقد لا تضطر لذلك. يداك خلف رأسك، لا حركات مفاجئة. سأطلق النار. لا تطلقي. هاي، سأستخدم سلاحي. أنا لن أؤذيها. ساعدني أرجوك، أخرجني. ارفع يديك، ارفع يديك لنقرر الأمر. شيلين. لا يستحق. انتهى الأمر. انتهت مطاردة قاتل المصائب، واعتقل أفراد شرطة الدائرة الثالثة المشتبه الرئيسي جوناثان فين. فين مطلوب بجرائم قتل أثارت الذعر في المدينة، وقتل أول ضابط حضر لتلقي الاستغاثة، وسنوافيكم بكل جديد. السيدات والسادة، المتهم جوناثان فين مذنب، ولا شك في ذلك. مهمتكم ببساطة هي تحديد طريقة عقابه. هذا الرجل يسمى قاتل المصائد، قد بث الرعب في مجتمعنا بسلسلة جرائم وحشية، فخخ أجساد ضحاياه ليصبح رجال الشرطة الشجعان ضحايا أيضاً. تم استهداف هؤلاء الأبرياء لسبب وحيد، وهو ممارسة جوناثان فين للعبته المريضة. لقد اعترف جوناثان فين بارتكابه لكل هذه الجرائم. أطلب من هيئة المحكمة الأخذ في الاعتبار اعتراف جوناثان فين بجرائمه. وفر على عائلات الضحايا فترات المحاكمة الطويلة، وأظهر بذلك بصيصاً من الندم. ولهذا فإني أوصي بإعفاء جوناثان فين من الإعدام بالحقنة القاتلة، ويحكم عليه بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج. شكراً. جوناثان فين، ارتكبت جرائم وحشية، وترى هيئة المحكمة لا بديل لعقابك عنها سوى بالإعدام بالحقنة القاتلة. رفعت الجلسة. انقر على زر السجل في تطبيقك لقراءة التطورات وعرض السيرة الذاتية، وتفقد الأحداث التي تؤثر على قصتك. أنا ري ويفر، وهذا ذا كرول. فلنبدأ الليلة مع الشرير الذي ترعرع بيننا، جوني فين، قاتل المصائد. الوغد محكوم عليه بالإعدام منذ 5 سنوات. يتبقى لدى السيد قاتل المصائد يومان في عالمنا، لذا قلت هل تعرفون أيا من الضحايا؟ الهواتف متاحة. المتصل الأول، نسمعك. إذا يا رجل، من وجهة نظري لا توجد عقوبة تناسب جرائمه. تأذى في طفولته، هذا ليس بعذر للانتقام من أفضل الشرطيين. أتفق معك، لكن سمعة أفراد شرطتنا ليست جيدة، أتفهمني؟ انظر إلى مارني مثلا، ترقت إلى القسم الجنائي وتقدمت في العمل. هذه الفتاة مميزة بحق، وأتعرف؟ اتضح أنها أكثر فسادا من الجميع، تفسد الأدلة وسلوكها سيء، ومن يدري ماذا أيضا. اللعنة، من الصعب معرفة الصالح من الطالح. صباح الخير. عثرنا على جثتين في العطلة. يزداد عدد ضحايا الجرائم غير المحلولة، وأؤكد القضايا التي لا تحل لا تعزز سمعتنا في الدائرة. أمنح مارني مسؤولية القضية. سمعت أنها تميل إلى إخفاء الأشياء. أيها محقق كالفري، كأنك لم تقل ذلك. انصرف. هاي بيكي، تجاهليه. كالفري، معروف أنه أبلغ عنك لأنك الأفضل. يسرني أن إنجازاتي أفادتني. أنت بخير؟ سأرتاح أكثر إن قام كالفري بالانتحار من فوق مبنى مرتفع. عديني بأنك لن تفعلي أي شيء، لا تمنحي الشؤون الداخلية أي شك، بينما التحقيق جار. أجل، شكراً. أقول ذلك لنفسي باستمرار. محققة مارني، لنتحدث في مكتبي. اسمعي يا مارني، لن أعلق على تحقيق تابع للشؤون الداخلية، لكن إن أثر سلباً على أفضل محققة. آسفة. لا تعتذري، أنت بارعة. لا أشك على الإطلاق أنك تعمدت إفساد مسرح الجريمة. ستظهر الحقائق. شكراً على ثقتك بي. أحياناً يبدو لا خيار لدينا، لكن يكون. أتفهمين؟ أجل، بالطبع. أود تصديق ذلك، لكن سيعدم قاتل المصائد بعد يومين. حمل ثقيل، إرسال أحد للإعدام. لا تتشتتي. معرفة أن جوناثان فين على وشك الإعدام هو دافع للاستيقاظ. أفضل من كوب قهوة. وصلتني رسالتك، سأقابل موكلك. آسفة لعدم عودتي. لا أحبذ مقابلة فان من دون محاميته. أعرف. شكراً لتحدثك إليه بسرعة. لا وقت لديه، صحيح؟ ليس لديه. امنحيني فكرة. ربما من الصعب أن يعترف. عامليه بحنكة. صحيح. أي تلميحات؟ اجعليه يتحدث عن آدم جونز. من آدم جونز؟ اسمعي الأمر منه. ألديك خطة؟ سأحصل على ما أحتاج، سنتحدث. تقول محاميتك إنك ستشاركني بشيء. 5 دقائق إن تلاعبت سأرحل. آنسة غريفز، أنا لم أقتل أحداً. لمت قدري على ما حدث في لاس بالماس، الملجأ. كنا أطفالاً، وثقنا بهم، لكنني سامحتهم. لقد تعلمنا أن نغفر. لن تسامح من أساءوا إليك بعد أن تواريهم التراب. لا تتم المسامحة هكذا. لم أقتل أي أحد. فان، اهدأ. أهدأ؟ أنا على وشك أن أموت، ولن يعرف أحد الحقيقة. أي حقيقة تعني؟ سأموت كاذباً، مذنباً حقيراً. حقيقة ماذا؟ الاعتراف والقتل وكل شيء. لم تقتلهما إذن. الكاهن ومسؤول الملجأ، من قتلهما؟ آدم جونز؟ كان آدم صديقي في الملجأ. بعدما مررنا به، من يلومه على قتلهما؟ أنا منصتة، وفر المزيد لنواصل الأمر. أنا وآدم عانينا معا، فتقاربنا. آدم هرب، ووجدت المخدرات. أدمنتها منذ خروجي، وبعد سنتين أو قرنين لا أعرف، وجدني آدم عبر الإنترنت. ظل يراسلني باستمرار ويذكرني بما عانيناه في الملجأ، وقال إنه يعلم كيف ننتقم. فعقدنا اتفاقاً أن أشي بنفسي وأشتت عنه الشرطة، أقضي فترة في السجن، ثم بام يظهر قاتل المصائد. ليس أنا لأنني هنا. منطقي، ها؟ ملائم جداً. ملائم؟ الملائم هو قيام الآب رومينسكي بإدارة الملجأ كثعلب مع الدجاج. لا تعرفين كيف كان الأمر. غرفة اللعب هكذا أسماها، لكن أظنه كان الوحيد الذي يمرح هناك. لم تجدها الشرطة؟ كلا. تأكدي بنفسك. لا أعرف إن كان الملجأ لا يزال موجوداً. أين هو إذن؟ آدم؟ الآن؟ لا أعرف. كيف نعثر عليه؟ لنبدأ بمكان ما. لدي مكان. أين؟ ليس الأفضل أن أرسم خريطة. أسترسم لي خريطة؟ سأوجهك في الاتجاه الصحيح، لكن كلا. تكلم الآن، عبر. يجب أن أظهر براعتي، أتفهمين؟ فلنقل إنك تقول الحقيقة، لا تعرف مكانه الآن. يبدو لي أنه تركك لقمة سائغة. أعرف آدم وأماكن تسكعه، فلنذهب معا ونتحقق. وفر لي المزيد من المعلومات، وإلا لن تذهب إلى مكان. لا أتحمل هذا. يفترض أن لا أكون هنا. يجب أن لا يكون الأمر هكذا. فين؟ توقف. هذا جنوني. قال آدم إن هذا لن يحدث، وإنني سأكون بالخارج. لقد وعدني. إن كان ما تقوله صحيحاً فلن تموت كاذباً، اتفقنا؟ سأبحث في مسألة آدم جونز وسوف أجده. كيف إذن؟ علمت أن آدم جونز كان في لاس بالماس وموكلي هناك، لكنه مات في الحريق الذي أغلق الملجأ. أعرف ما تقصدين بهذا، ولا يوجد طائل منه أبداً. من المستحيل أن يطلقوا سراح فين. أعرف، لا أسعى لهذا. لما أحضرتني هنا؟ إن أخبرت القاضي عن آدم جونز ربما سيطلق فين مؤقتاً ليساعد في تعقب جونز. لانا، فات الأوان. سيؤدي إلى استئناف. كل ما نفعله هو تأجيل المحتوم. أشك في آدم جونز يا فيليسيتي. لم أرغب في الحكم بالإعدام، لكن لا أظن أن هذا يكفي لمنع تنفيذه. فين ليس رجلاً صالحاً، لكنه ليس القاتل، وإن مات فسيفلت قاتل المصائد. أجل، محقة. فلنخبر القاضي فانستون ولنرى ما سيحدث. شكراً فيليسيتي. لا تشكريني. شكراً لك على مقابلتي سريعاً. إن الآنسة بيتي أعلمتني بمسألة آدم جونز. أجل، تحدثت تواً إلى السيد فان. من واقع خبرتي، إن شعر الرجل بنهاية أجله فسيفعل المستحيل لينقذ نفسه. سيدي؟ هل تصدقين قصته؟ الوقت ملائم بالتأكيد، لكن أظن أنه يقول الحقيقة. أو جزءاً منها، على الأقل هذا ما يظهر. هل تحدث أحد إلى جونز؟ تم اعتباره ميتاً لسنوات. يصعب تصديق هذا، صحيح؟ حتى إن كان جونز موجوداً، كيف تثقين في أن فين يستطيع تعقبه؟ لن نعرف الحقيقة ما لم نجرب، سيدي. تمتلئين بالمفاجآت آنسة غريفز. إن كنت في موقعي، ماذا كنت لتفعلي؟ أعتقد أنه لا يحق لي إصدار هذه القرارات يا سيدي. آسف آنسة غريفز، تلاعب فين بعقلك وسيكرر هذا ثانية. إنه رجل يائس يبحث عن أي شيء من ماضيه لتأجيل قدره المحتوم. لا قرائن موجودة هنا لأتخذ أي إجراء. سيظل فين سجيناً وسيتم الإعدام كما خطط. مرحباً لانا. لم يفلح، ها؟ اتخذ القاضي فانستن قراره. حسناً، افعلي شيئاً لأجلي. لم يعد لك رصيد عندي. القسم الجنائي لا يحدثني، يظنونني مثل عملائي، سيصغون إليك. لا أثق إن كان قسم الجرائم سيستجيب لي أيضاً. سينتهي الأمر في ساعتين. لفين؟ اللعنة. حسناً، سأعلمك كيف يتم الأمر، وأحتاج أيضاً إلى علاوة. فلتنضمي لقانون الشركات، فالجريمة لا تفيد. أجل. هرى، القضية محكمة. قمنا بإمساكه متلبساً بحق السماء. قولي لي، لما يجب علينا أن نستمع إلى هذا الحقير؟ أعتذر عن المفاجأة، ولكننا نرغب في الأمر. رجل سيعدم ويجب أن نثق أنه يستحق. جوناثان فين يستحق الإعدام، أنا واثق من ذلك. من كان بالضبط آدم جونز؟ هل ذكر اسمه أثناء التحقيق؟ كان فتى يدعى آدم جونز في الملجأ. أتعرفين؟ مات البائس في حريق أدى إلى إغلاق المكان، لذا انتهت قصته. توقيت فين ممتاز، أتظنينه يكذب؟ أنا أراجع كل الاحتمالات فحسب، لكن أظنه يكذب، ولا أعرف لأي مدى. أخبرني فان بأن رومانسكي كانت لديه غرفة سرية، وأطلق عليها غرفة اللعب. كان يمارس فيها نشاطات غريبة. أهذا مألوف؟ كلا، كنت لا أتذكر، لم يذكر هذا في التقرير. كنت أتساءل يا سيد هيلاري سايمون، عندما قمت بتحليل جثث ضحايا قاتل المصائد، هل وجدت أي شيء قد يشير إلى وجود مشتبه آخر؟ يا إلهي، أكان منذ 5 سنوات؟ لا أعتقد. أكانت الأدلة تشير إلى فان فقط؟ أذكر فقط تسليم تحليلات جزئية دقيقة للأدلة، لأن السيد فان اعترف فحسم الأمر. أهناك أدلة لم تحلل بعد؟ أجل، أدلة وهي؟ هل تصل إلى البيانات؟ مهلاً، قلت انتظر لحظة. هذه القضية مغلقة. لدى فين الدافع؟ عانى في لاس بالماس، كان يكره الشرطة، وشعر له كان في مسرح جريمة آخر. موقف المقطورات، صحيح؟ كانت قضية عاملة الخدمة. ومحققة مارني، أعيدي على مسامعي ما حدث. سأشرح الأمر بكلمتين، فرصة ضائعة. كنا نستطيع اعتقال فين هناك. لم أطلب تعليقاً صوتياً يا كالفري. السجل أظهر أن المحققة مارني أظهرت شجاعة كبيرة في موقف صعب. إن لم يكن لديك مانع، أود سماع ما حدث منك، كنت هناك على الأقل. بالتأكيد. كاثرين هوب أخصائية اجتماعية، في ملجأ لاس بالماس. لم نعرف أن فين اختطفها. كنت في الخدمة عند موقف شاحنات بوكريف بجوار الطريق السريع. عملية اقتحام قائمة. كنت الأقرب للمكان لذا دخلت وحدي. كان يفترض أن يكون سهلا، لكن في تلك الليلة كان الجميع متوترين لنشاط قاتل المصائد، وكان أينا ليكون الضحية. ابحث عن الدليل الظاهر في أعلى الشاشة. استخدم المؤشر لتحديد الدلائل قبل انتهاء الوقت، بعضها قد يساعدك في المستقبل، فحاول إيجادها جميعاً. النجدة، ساعدوني. حسناً حسناً حسناً، اهدئي. من فعل هذا بك؟ أنا كنت في الحانة، لا أعلم، واستيقظت هنا. يا إلهي، أرجوك ساعديني، ماذا يحدث؟ سأنزع المؤقت، بحذر. تبا. يا إلهي، يا إلهي، أخرجوني من هنا. شش. اللعنة. لا. يا إلهي. لم يكن من الأشياء التي أسعى لتكرارها. فين رآك قادمة وهرب قبل إنهاء جريمته. انفصلتما بسرعة فترك عتاده. شجاعة منك أن تدخلي وحدك. كنت فقط أقوم بعملي. وكيف ربطت فين بمسرح الجريمة؟ السيد فين ترك شعرة في مسرح الجريمة، فحصنا الحمض النووي عبر قاعدة بيانات المجرمين وكان هو المطابق. اسمه على النظام؟ فين قد اعتاد دخول القسم كثيرا حتى أصبح معروفا في المكان، وتلقينا معلومة أنه قد شوهد في مبنى كنا نمر بجواره. المشاكل تسقط عليك أيتها المحققة. على الأقل أمسكته، يا حقير. إنها متقلبة، انتبهوا. حسناً حسناً، لنقلل الغضب قليلاً، اتفقنا؟ فلنحاول التظاهر بأننا نعمل معاً. قضية قاتل المصائد صدمت الجميع، سببنا أوجاعاً للجميع ببحثنا. أيها الرقيب، هذا يغطي كل شيء، أيمكنني مساعدتك؟ سجلات الطب الشرعي لآدم جونز مسجلة لديكم؟ ليست سجلات موته. هل تم أخذ العينات عندما أودع في الملجأ؟ أجل، في الغالب. هل من الممكن سحب هذه السجلات ومراجعتها مع أدلة مسارح جرائم قاتل المصائد؟ هل تمزحين؟ أنت تهدرين وقت هذا القسم بالكامل، أتفهمين؟ لدي فكرة أفضل، ندع المعتوه يموت على الطاولة. كالفري، توقف. السيد هيلاري سيراجع الأمر وسنعلمك بالجديد. شكراً. يا غريفز. أجل. أردت أن أقول كالفري حقير. أجل. لا عليك، لقد ساعدتني كثيراً. ماذا ستفعلين الليلة؟ أنا ماذا؟ لدي كومة ملفات في شقتي، لن أستطيع مراجعتها وحدي. طبعاً، أكيد سأساعدك. جيد، هاتفيني. مصيدة فئران. أجل، وجدنا واحدة في مسارح جرائمه كبطاقة تعريف عنه. لا فكرة لدي، أخفينا الأمر عن الصحافة. الهدف رقم 1، روبرت والش الحانوتي. بعد قتله فخها قاتل المصائد باب النزل، وضابط الاستغاثة تلقى رصاصة في صدره، بسيطة ومميتة، ليس دليلاً أنه قتل الضابط. أهناك شيء آخر على الضحية؟ إنه الوحيد الذي بلا صلة مع لاس بالماس، مجرد سكير محلي. قال فين إنها تجربة فاشلة، هذه فكرته عن المسحة المريضة. لكن إن لم يكن قاتل المصائد، اللعنة، هذه القضية تكشف عن ألغاز. بيكي، أتريدين استراحة؟ كلا، أبدو بحاجة للراحة؟ كلا، لم أقصد الأمر هكذا. لا عليك، آسفة، أنا مرهقة، أسبوع شاق. باكي، أريد اكتشاف الأمر وتجاوزه. النبأ الجيد أن كل شيء سينتهي سريعاً. أجل، أنت محقة. الهدف الثاني عمل مقزز. إنه الذي كان يضرب الأطفال حتى يتشوهون. ليمي، عامل في لاس بالماس. قبل عمله في الملجأ كان له ملف كبير في قسم المخدرات، لم يثبتوا شيئاً عليه. وغد بارع في الهرب، تركه قاتل المصائد في الظلام وفخخ مفتاح الإضاءة. قام الضابط بتشغيل الإضاءة وانفجار. عمله بارع، أول جريمة قتل حقيقية، كانت متطورة لكنه لم يكن راضياً. الهدف الثالث، الأب رومينسكي قائد القطيع، كاهن في ملجأ لاس بالماس ومسؤول عن الاعتداء حسب ما يزعم. أجل، حسب زعمه أفقده قاتل المصائد الوعي وشق بطنه وفخخه لينفجر إن تحرك. حصلنا على شريط العملية بعدها. الوغد المعتوه جعل رومينسكي في وضع الدعاء لساعات فاعترف بخطاياه، وحين أتم ما أراد اتصل بالرقيب تيلر. أعرفت الشرطيين الآخرين؟ كانت هذه دائرتي. إذن ثلاثتهم، وأنت أول من تلقى الاستغاثة في محاولة قتل، وجميعهم من الدائرة الثالثة. وقعت الجرائم في منطقتنا. أتعرفين الاثنين الآخرين؟ أعني تعرفين أول من حضر لتلقي الاستغاثة. بما يكفي لكي لا أحبهما، ابتعدت في أول فرصة. ماذا لو الضحايا الأول في كل حادث مجرد تشتيت والهدف الحقيقي هو أفراد الدائرة الثالثة؟ إلى ما تلمحين؟ أن الضباط فعلوا ما يستحق هذا؟ إن كانوا أشراراً يا بيكي فهم ليسوا في فريقك. قولي شيئاً لا أعرفه. أخبريني بشيء. أنت سيدة فضولية، صحيح؟ قولي ذلك عني. حسناً، تكلمي. ما خطبك مع كالفري؟ إنه يستحق ما حدث له. التوتر الشديد واضح جداً بينكما. كل ما أردته هو المغادرة والانضمام إلى المباحث الفيدرالية. ما أن أصبحت مؤهلة لهذا، خمني ماذا فعل هذا الحقير. كلا. أجل، أقحم كالفري نفسه في الأمر. ماذا فعل؟ لقد قال إنني عبثت بالأدلة. سيء. والآن تم إجراء تحقيق كامل، حتى لو لم يسفر عن شيء فما زال تحقيقاً، ومعناه لست فوق الشبهات، ولا يرغب مكتب المباحث الفيدرالية في هذا. حظ سيء يا بيكي، حظ سيء. كان أبي بطلاً في القسم. في أسبوع عملي الأول انتحر بمسدسه. هذا حظ سيء. لم تسمع ما يقولونه عني. عند دخولي لأي غرفة أشعر بالأمر. أنا أضحوكة لهم. هذا غير صحيح يا بيكي. لا فائدة من الإنكار. يفترض أني مجنونة. الابنة كأبيها. بيكي، أنت شرطية صالحة وكل شيء سيكون بخير. ليتني أستطيع التصديق. مئة 125 في مكان المشكلة. سوف أدخل. 125، احذر. هذه الشرطة، هل أحد هنا؟ أو يا إلهي. سيدي، أتسمعني؟ ماذا يحدث؟ لدينا مشكلة. ماذا؟ الضحية شرطي. ماذا؟ ماذا حدث؟ ما زلنا نجمع المعلومات. تلقينا بلاغاً عن جثة وكانت مفخخة بأسلوب قاتل المصائد. لا تعني أن... أجل. كلا، لقد ارتكب أحدهم خطأ. مستحيل. لا أظن هذا. دعني أرى. كفى. لا، اتركني. وقف يا بيكي، إنه كالفري. ماذا؟ قبل أن تدخلي فاعلمي أن الضحية هو كالفري. يا إلهي. هل ابتعدتِ من فضلك عن منطقة عملي؟ شكراً. مما جمعناه يبدو أن كالفري قد اصطحب بائعة هوى. يا إلهي. أحضرها إلى هنا حيث هكذا تم تعقبها. وصف جزئي فقط، في العشرينات سمراء. عظيم. أطلق كالفري رصاصاته على الحائط ولم يصب شيئاً. الدماء هنا دماؤه ودماء مونتسينوس. أكان المتلقي؟ جثة كالفري فخخت بالمتفجرات. تباً. شريط رصاص. إذا تم ذبحه من الخلف فلما أطلق هكذا؟ وإن ذبح من الأمام فلما أخطأ؟ يا إلهي إنه هو حقاً. أي شيء؟ لا شيء مفيد. آسف يا بيكي، لكن لدي سؤال. أين كنت أمس؟ أنا قضيت الليلة الأمسية مع فيليسيتي غريفز. راجعنا الملفات طوال الليل؟ حقاً. إذن تباً. ماذا؟ عليك التعامل بحرص شديد تجاه هذا الموقف. لماذا؟ حددي أماكن تواجدك بدقة. الجميع يعرف ما بينك أنت وكالفري. توم، كوني حذرة. أتظن أنني أفعل هذا؟ استمع إلى كلامك. لا أتهمك. أوه لا، لكنه أول ما يخطر لك. لا تغضبي هكذا، تعرفين كيف سيبدو الأمر. كوني ذكية. هذا كابوس. ليته صحيح. كنت أكره الحقيرة لكنني لم أكن لأفعل هذا. أصدقك. ما كان يجب أن تضطر. نهاية الجزء الأول. تفقد السجل واشرب شيئاً، واضغط على المربع حتى تستمر.